هناك صحابي اسمه معاوية ابن معاوية المزني ويقال الليثي، وذكر ترجمته ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن أنس قال: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، مات معاوية ابن معاوية المزني، أتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحيه فلم يبقى أكمة ولا شجرة إلا قد تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر إليه فصلى عليه، وخلفه صفان من الملائكة، كل صف 70,000 ملك. فقال: يا جبرائيل، بما نال معاوية هذه المنزلة؟ قال: بحب قل هو الله أحد، وقراءة قل هو الله أحد، جاثيا يعني على ركبتيه، وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. وهذا عند الطبراني وغيره، وهذا يفيدنا أيضا بفائدة من أن الحديث ثابت عند ابن حجر وأنه ليس خاصا بالنجاشي، ويفيدنا بفائدة أخرى وهي أن ابن حجر رحمه الله ألف الإصابة في تمييز الصحابة قبل فتح الباري، كما هو الشأن من أنه رحمه الله ألف فتح الباري قبل بلوغ المرام، ولذلك كان يقول في بعض المواطن في بلوغ المرام، وذكرنا ذلك في الفتح، مما يدل على أنه ألف الفتح قبل بلوغ المرام، وهذا يلحظ حقيقة في ترتيبه للأحاديث في بلوغ المرام، فكأنه استفاد ابن حجر رحمه الله من فقه البخاري في تبويبه.